نزعات التصوف التي تقدم أنفسها بشكل أو بآخر يومية تطلع بصيغة معينة. ليش؟ لأنه أنا أشعر بجو روحي. يا جماعة الحجة مو أنه الإنسان هو يصير عنده لذة روحية. أنتوا سمعتوا فرد يوم واحد عرف الحجة أنه ما تحصل معه اللذة الروحية؟ تقبلون هذا الشيء؟ أصلاً هو الإنسان من يريد يختار طعام يصير بس يكتفي باللذة؟ يا طعام لذيذ يكتفي به، لو لازم يعرف هذا الطعام شنو أصله، حلال نظيف بمثلاً أضرار يلائم صحته بيلائم صحته. هو الطعام زين، شلون الدين والهدى شي يصير؟ والله أنا أدخلت الجروب الفلاني هو يبي أشياء جميلة حلوة تعجبني، أعيش أجواء روحية عالية وأنا أعيش في السمو. زين هو شنو هو السمو نفسه مطلوب؟ لو لا ورد في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه عن الباقر عليه السلام قال علمه ممن يأخذه. طعام شنو؟ هذا طعام، علمه ممن يأخذه. من أخطر الأمور المضلة هو ماذا؟